تعرفوا حنا دائما كنضموا المعرض الرمضاني كل عام. دابا في لي سيركونستانس والظروف الصحيه ديال الوباء الكوفيد قررنا ان نديروا واحد المهرجان الرمضاني على مدار 40 يوم. الهدف منه هو كل 10 ايام غيكونوا عارضين جدد، ولكن الجديد في هذه السنه هو العارضين غيعرضوا في محلات تجاريه باش نتفاداو ونحافظوا على نحافظوا على سلامه الزبناء وسلامه العارضين. دونك غادي يكون في سنتر بن عمر في لو بروميي ايتاج في المعارف اللي هو بلاصه غنيه عن التعريف. الدخول غتكون بالمجان من 10 الصباح ل 8 د العشيه. غيكونوا عندنا عارضين جايين من جميع انحاء المغرب اللي غيعرضوا عليكم اخر مستجدات ديالهم، اللباس التقليدي، من فن الديكور، من المجوهرات، الحلويات المغربيه. دونك اللي دايرين اثمنه خياليه لمده هاد ال 40 يوم. وما تنساوش بان كل 10 ايام غيكونوا عارضين جدد. هذا هو الهدف الاساسي، ان ما نجمعوش ديك 60 و70 عارض اللي عندنا دائما كل سنه كنديروها. دونك حنا فرقناهم باش نحافظوا على سلامه الجميع. معكم المقدم محمد الصويري، رئيس مجموعه الطائفه العيساويه محمد الصويري. حنا لاله كنكونوا في المعرض هذا الرمضاني شاكاني كنخدموا، وهذا العام هذا بالنسبه للاحترازات اللي كاينين ديال الوباء ديال كورونا، وهذا حنا خدامين كيف ما كتشوفوا الوليدات كاملين بافيت ديالهم مسائل وكتكون تباعد. المشاركه ديالك في هذا النشاط بمناسبه اليوم العالمي فيستيفال باش هكذا تعطي فرصه لي زيكسبوزون يجيو من انحاء المغرب، وهذه فرصه يعني الناس سيرتو ابخي هاد لا كريز هادي، ابخي ما كانت يعني كاع العمال والناس اللي تيديروا هكذا صناعه تقليديه واللي تيديروا البلديه اتسيتيرا، يعني كانت واحد الوقيته راها وقفات القضيه. دونك هذه فرصه باش انه ان شاء الله كل شيء عاوتاني تعاودي تحرك من جديد. اي سي با لا بروميير فوا اللي تنحضر فيه، دونك كان سبق لي حضرت في لو سالون رمضانيسك، ولكن كيف قلت لكم هذه المره جا على شكل فيستيفال، الشيء اللي تيخول واحد وتعطي فرصه، عفوا تعطي فرصه في الحياه ديالهم، لانه ماشي نهايه العالم انه الساجين. انا ما كتعجبنيش الكلمه هذه، مي الساجين انه